وللمزيد بشأن جلسات الحوار الوطني معنا من مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب مراسلة التلفزيون المصري جرمين إبراهيم. جرمين، هل لك أن تطلعين على أبرز ما يدور من كواليس الاجتماع؟ هل بدأ الاجتماع أم على وشك أن يبدأ؟ ريهام، بعد التحية، بالفعل نتواجد معكم من مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب لمتابعة فعاليات الاجتماع 14 من الحوار الوطني. هذا الاجتماع الذي يعقد بحضور أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني لمناقشة المحور المجتمعي بعد ما تم الانتهاء خلال الجلسات السابقة من مناقشة أهم ملفات المحور الاقتصادي والمحور السياسي. بالفعل الاجتماع بدأ منذ ساعتين تقريبا أو أقل من ساعتين لمناقشة أهم الملفات والقضايا التي سيتم تحديدها في المحور المجتمعي، لأنه بنشير أنه يعني خلال اجتماعات على مدار الأسابيع السابقة اتفق مجلس أمناء الحوار الوطني على تحديد ثلاثة محاور رئيسية للحوار، وهي المحاور الاقتصادي والمحور المجتمعي والمحور السياسي. وأيضا تم الاتفاق على إنشاء 19 لجنة فرعية منبثقة عن كل هذه المحاور. بيتم كما ذكرت في الاجتماع الذي بدأ منذ أقل من ساعتين مناقشة وتحديد أهم الملفات التي ستكون في المحور المجتمعي، لأن ذلك سيساهم في أن تصدر يعني توصيات مع انتهاء الحوار الوطني، ليتم توجيه كل هذه التوصيات لرئيس الجمهورية، ليتم أيضا تحويلها في شكل قوانين أو قرارات تخدم المجتمع. ما زال الاجتماع والخاص بالمحور الاجتماعي منعقد حتى الآن، ولكن نستطيع أن نتحدث عن أبرز الملفات التي ستكون على أولويات الاجتماعات القادمة مع بداية الحوار الوطني. فنحن نتحدث عن ملفات التعليم والصحة والسكان والزيادة السكانية. أيضا خلال الاجتماعات السابقة والتي تم تحديد فيها الملفات التي ستكون في الحوار الاقتصادي وأيضا المحور السياسي، ففي المحور الاقتصادي ستكون هناك ملفات تتعلق بالتضخم وغلاء الأسعار والزراعة والصناعة، أما المحور السياسي فسيتناول عدد من القضايا والملفات التي تتعلق بالمحليات وحقوق الإنسان والحريات العامة. يعني خلال الجلسات القادمة والتي ستأتي بعد جلسة اليوم، من المنتظر أن يتم اختيار أسماء المشاركين في الجلسات الفعلية للحوار الوطني. هذه الجلسات التي ستعقد على التوازي وليس التوالي بحد أدنى ثلاثة أيام في الأسبوع، بحيث سيتم تخصيص يوم للمحور السياسي ويلي يوم في للمحور الاقتصادي ويوم آخر للمحور الاجتماعي، بواقع حتى خمس جلسات في اليوم الواحد. ويعني في انتظار أن يتم تحديد الموعد الفعلي لبداية الحوار الوطني، ولكن كما أكد لنا أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني أنه سيكون في وقت قريب ستبدأ الجلسات الفعلية بعد الانتهاء من كل الجلسات الإجرائية التي تتم من أجل تسهيل البداية الفعلية للحوار الوطني. أعود إليكم مرة أخرى في الاستوديو. أشكرك شكرا جزيلا جرمين إبراهيم مراسلة التلفزيون المصري، كنت معنا من مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب. شكرا جزيلا على هذه المتابعة الوافية.